شكرا سيد المستشار. بغيت غير نذكر بانه اهم هدف هذا الدعم هو الحفاظ على القدره الشرائيه ديال المواطن، وحقيقه هو استمرار تزويد الاسواق والمعامل والمصانع خلال هذه الفتره. هذه المده غادي تكون مرتبطه بتطورات الاثمنه ديال المحروقات، وبالنسبه يعني الاثر ديالو على الميزانيه ديال الدولة، فالميزانية ديال الدولة كيف جا في كلمة السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ما غاديش تغير بفعل هذا الدعم، وشكرا.